السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل الناس اللي قلقانة زي كده على موضوع نتيجة الثانوية العامة، في أخبار عمالة تتوارد من 3 4 أيام، وتضارب في إعلان الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة. والله أنا زيكم، يعني الناس اللي عمالة بتدور على الأخبار، لكن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان قالت فيه إن النتيجة هتكون يوم الثلاث إن شاء الله على المواقع، وعلى يوم الخميس هتكون في المدارس. يعني كل اللي احنا بنسمعه والاخبار والتسريبات عن موعد النتيجه، ويقول لك حط رقم جلوسك وانتظر النتيجه والكلام ده كله، طالما مفيش بيان رسمي من وزاره التربيه والتعليم بموعد النتيجه النهائي، يبقى احنا نطول بالنا ونحاول كده نريح اعصابنا. يعني انا يعني بفكر مع الناس اللي هي قلقانه على نتيجه الثانويه العامه، يعني بصوت عالي الوزارة أعلنت امبارح إن هيبقى فيه مؤتمر صحفي يوم الاثنين اللي هو بكرة إن شاء الله، هيعلن فيه الأوائل، وبعد كده هتنزل النتيجة على المواقع يوم الثلاث اللي هو 1 أغسطس. وأتوقع إن شاء الله إن بعد المؤتمر على طول وإعلان نتيجة الأوائل إن تظهر النتائج على المواقع. والوزارة بحب برضو أطمنكم إن الوزارة في بيانها قالت إن النتائج مبشرة جدا، ونتائج الـ أو نسب النجاح مرتفعة عن السنة اللي فاتت، وفي مواد كتيرة من الناس كانت متخوفة منها، بيقال على حسب برضو البيان إن نسب النجاح فيها مرتفعة، بس يعني ربنا يكرم الجميع. وأتمنى على الله ان كل طالب في الثانويه العامه ربنا يكرمه وربنا يكلل جهده وربنا يعطي لكل مجتهد ما يستحق. واهم شيء في الرضا، طالما انت عملت اللي عليك واجتهدت وذاكرت وامتحنت وما قصرتش في اي واجب المفروض كنت تقوم بيه، اي نتيجه لازم تكون راضي بيها، وتعرف ان سبحان الله هي دي النتيجة، وده قدرك وده رزقك اللي ربنا رايده لك. يعني الناس ممكن بعض الناس لا قدر الله لا يوفق، أو يعني ما جابش المجموع اللي هو كان بيتمناه. القصة مش في المجموع ولا غيره، القصة في ان انت تكون عندك إرادة وعزيمة، وان انت في اي مكان وفي اي موقع وفي اي كلية تقدر تحقق نفسك وتقدر تثبت نفسك كليات القمة والكلام ده كله. ربنا يكرم اللي كل مجتهد النصيب، لكن ما حصلتش مفيش أي مشكلة، وأتمنى التوفيق للجميع عشان ما طولش على حضراتكم. ولو في أي حاجة بخصوص نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله أتكلم برضو عنها، وبقترح على حضراتكم الناس اللي هم بيتابعونا عشان الموضوعات القانونية، لو في أي سؤال او اي استفسار حوالين اي موضوع من الموضوعات القانونية اللي احنا بنتكلم فيها، او حتى الموضوعات اللي مش بنتكلم فيها، احنا حاضرين وتحت امر الجميع. ودمتم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.